صلوا صلوا على رسول الله على النبي صلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أعزائي المتابعين، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ بالأول بدنا ننسى كلمة فيلا، قصر نانسي عجرم بيقع في جبل لبنان كسروان منطقة السهيلة. هاي منطقة السهيلة مثل ما لكم شايفين كلها صورة وفلا. هاي المنطقة، هاي منطقة سياحية بامتياز، فيها أكبر حلقة تزلج في الوطن العربي، وبالصيف فيها البحر طبعا ومنتجع رائع جدا. حماية المنطقة هاي ثلاث جهات: الدرك اللبناني والاستخبارات اللبنانية وشرطة السياحة. هون أربع كنايس متأمنة كمان بحراساتها. نانسي عجرم أسرى بقع في هالمنطقة هاي، بيسكن في هالمنطقة هاي التجار الكبار كتير، وزراء، مسؤولين، فنانين، مشاهير، كبار تجار المجوهرات، الألماس، الأحجار الكريمة. بهالمنطقة هاي على سفح الجبل قصر نانسي عجرم، الكاميرات اللي فيه فيها تجيب الشخص هو جاي من بيروت، ما طالعوا شيء وما شفنا شيء. اللي انت ذكرت ثلاث مداخل، بجوز يكون دخل من سفح الجبل. انا رح اورجيكم صورة بسفح الجبل، شو فيه رح تتفاجئوا. هاي الجهة الخلفية من قصر نانسي عجرم ناحية سفح الجبل، اللي ناس عم بيقولوا ممكن دخل من هالناحية هاي. مكان ما انا معلم بالاحمر، هاي غرف الحراس بس يعني مشان يتحمموا فيها ويغيروا هدومهم ووعيهم. وهون محل ما بدي اعلم، هذا برج مراقبة من الناحية الثانية على سفح الجبل، يعني هذا بيطل على الجبل البرج. هون في كاميرتين، هالكاميرتين هدول مجال الرؤية فيهم بيجيب الشخص هو طالع بالميكروباص من قلب بيروت لبين ما يصل. وحتى ازيدكم من شعر بيت، هذا سوبر ستور لفادي الهاشم بيقع في كسروان قريب من قصره. من الإبرة للصاروخ، شو ما بدك فيهم. متابعين، المغدور كان واقف في النقطة هاي، رح كبر الصورة. إذا هو كان واقف عند هالمطب هذا هون، وهي الشجرة اللي على أساس بالفيديو نزل تحتها. أول شي في حاجز هون، بعدين في سور هبعلم عليه بالأحمر، وحاجز هون وحاجز هون، يعني هو متحاصر منطقة مقفلة تماما. استحالة يكون قاعد عم يمشي بتمختر هون رايح جاي بالمسدس بهالأرية هاي بهالمنطقة هاي، وهو محاصر تماما. رح شيل الخطوط حتى تتأكدوا. والسؤال هون، اذا ليلة الجريمة فيلا نانسي عجرم الانذارات ما كانت شغالة، طيب هون رجال الشرطة ما كانوا شغالين، الانذار ما كان شغال، هون الانذار ما كان شغال، هون الانذار ما كان شغال، ولا بده يصير مثل ما قال استاذ حاتم الذين هبطوا من السماء؟ وانا برأيي اني هن حطوا المغدور بالسيارة من بيروت لقلب السهيلة، من مدخل هون الرئيسي للسهيلة على فيلا نانسي عجرم على ابو لتحت، في شيء اسمه ملجأ. معروفة بيروت كلياتها فيها ملاجئ، البنايات كلها فيها ملاجئ من ايام حرب الثمانينات. هالملجأ هاد اذا بيضرب فيه فادي الغاشم 100 رصاصة ما بنسمع شيء. واحبائي المتابعين، في نقطة هون كتير مهمة، هالمبنى هاد عالي مؤلف من 7 طوابق وبطل على فيلا نانسي عجرم بوضوح، والمسافة هي 18 متر فقط بين المبنى وبين باب الرئيسي لفيلا نانسي عجرم. هون في برجكتور مصباح ليلي شديد الإنارة، رح ورجيكم اياه في الصورة. هون هذا هو البرجكتور نفسه، هاد وهاد تمام. وهون اعزائي المتابعين في كاميرتين زاوية الرؤية تبعهم مباشرة لباب الرئيسي لفيلا نانسي عجرم. اذا بيتم تفريغ هالكاميرات هدول رح نعرف اذا بنات نانسي طلعوا من الفيلا وقت الجريمة ولا لا، ورح نكشف حركة الدخول والخروج والمناورات اللي حصلت ليلة الجريمة. بتمنى الان تضغطوا لايك فورا وتشيروا الفيديو عد ما بتقدروا حتى يوصل للجهات المسؤولة. صلوا 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 على رسول الله.